انظر إلى دقة الرواة حتى لا يتقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كذا أو كذا. الكلمة معنى المعنى واحد لكن في دقة متناهية. نعم. ولكن لحرص الرواة على تحري الألفاظ يأتون بمثل هذا. طيب، دائما نسمع بأن الصحابة كلهم عدول، الصحابة كلهم عدول. طيب، راوي الحديث حتى يقبل حديثه لا يكفي أن يكون عدلا، لابد أن يكون إيش؟ ثبتا، يعني ثبت يحفظ متقن ويكون عدلا مستقيم في دينه ومرؤته. فالضابط العادل يكون ثقة فيقبل حديثه، فيقول آمنا بالله يا أهل السنة، تحبون الصحابة أنتم تحبونهم، إي والله نحبهم، نتقرب إلى الله بحبهم، عدول. ها طيب، ما الذي يضمن لنا ضبطهم للحديث؟ أما العدالة عرفنا هم عدول، لكن الحديث لا يقبل إلا أن يكون راوي الحديث ماذا يا إخوان؟ ضابطا وعادلا. إيش معنى ضابطا؟ يعني يحفظ حفظا جيدا فيؤديه كما سمعه أو قريب من لفظه، اسمه ضابط. وهو الضبط هذا يتفاوت الناس فيه تفاوت عظيما، صح؟ ناس عندهم الحفظ من الأئمة كالمسجل، يعني مثل ما يسمع بالضبط لا من غير زيادة ونقصة. أحد رجال الكتب الستة اسمه قتادة بن دعامة، هذا ولد أكمه، يعني من ولده ما له بصر، مش طرى عليه شيء وصار أعمى، أكمه. لكن هذا يقول إيش؟ ما سمع شيئا إلا حفظ. هم رجال الكتب الستة، ها؟ حتى يقول إذا دخل السوق وضع أصبعيه في أذنيه حتى لا يسمع كلام الباعة فيحفظه، أي كلمة أي كلمة، زين والشين أي كلمة كم صاء يحفظها. شيء عجيب، ها؟ هذا ربنا جل وسخرهم حتى يحفظ دينه. الدين دين الله، ما هو دين البخاري ولا دين مسلم ولا دين الترمذي، الدين دين الله، ربنا جل وسخر هذا، خلقهم وسخرهم حتى يحفظ الدين، لأن خلقنا لعبادته ولا يمكن نعبده بالكتاب دون السنة. فكان من رحمته وإحسان لعباده يحفظ لهم ماذا وماذا؟ الكتاب والسنة حتى يعبد. كيف يخلقنا لعبادته ثم لا يحفظ لنا الدين؟ إذن كيف نعبده حينئذ؟ سنكون إيش؟ كلفنا بما لا نطيق. والله يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. حفظ الله هذا الدين. نعود، صحابة عدول، آمنا بالله عدول. طيب، ما الذي يضمن لنا ضبطهم للحديث؟ قالوا الصحابة إذا ما كان ضابطا للحديث متأكد منه ما يحدث به أصلا، وذلك نفر قليل من الصحابة بالنسبة لمجمل عدد الصحابة ممن حدث الحديث. ولذلك تأتي مثل هذه الأشياء، قل نسيت العاشر، نسيت الثالثة، قال كذا أو كذا، من دقتهم فعندهم من الدين ما يمنعهم من أن إيش؟ أن يجازفوا ويحدثوا بحديث غير متأكدين منه. فلذلك إيش؟ هذا الدين منضبط، والذي نفس بيده منضبط، علم منه من علم، أخذ منه بحظ وافر، من درسه ومن تعلمه، من تعب من جاهد. لكن سأل لا يتعلم ولا شيء ثم يأتي، يمكن الحديث مشكوك فيها، يمكن البخاري أخطأ، وما يدري إيش الجهد والجهاد اللي قام فيه حتى دوها الحديث. حتى البخاري لما جمع حديث الجامع الصحيح ما جمعها يعني خلاصة من 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 آلاف الأحاديث، أخذ هذه الأحاديث. ويقال عنه أنه لا يدع حديثا في كتاب الجامع الصحيح إلا يصلي ركعتين يستخير الله، ها، كل حديث. فضبطوا هذا الدين بأمر الله عز وجل، الله جل وعلا هو الذي حفظ الدين سبحانه وتعالى. فإذا كنا الشيخ يقول أن تملأني أو تملأوا لا فرق بالمعنى، المعنى واحد، ولكن يتورع الراوي أن ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقله حتى باللفظ، فيقول ترى قال كذا أو كذا. انتبهتم؟ ما شاء الله. نعم.